لما واحد مريض مثلا بمرض ما والاطباء شبه يعني قالوا هذا بعد ما بمجال حالته خطره، وين يودونه؟ يودون الردهات معينه اسمها الانعاش، ردهه الانعاش. بابك مفتوح للسائل، خلص امل. التي أعطيتها لعيسى فأحيا الموتى، أنا أحييك من جديد. قدرة التي أعطيتها لعيسى فأحيا الموتى، أنا أحييك من جديد. الله عز وجل مخلي التوبة أمل، يعني ما بيها خلاص يأس. العبد ينسى، يغفل، ينحدر نحو الخطايا وهو لا يدري. الشيطان شو يسوي؟ يقول له بعد وينك؟ وين الصيام؟ وين الصلاة؟ وين المجالس؟ انت وينك وين هاي السوالف؟ انت البارحة هيك سويت، قبل شوية هيك سويت، تضحك على نفسك. هذا 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 شغل ابليس. اسا انت قاعد بمكان بذكر الله، هو اسا انت موبايلك بمحرمات، انت ايش جاي تسوي؟ شنو هالحكي هذا؟ تضحك على نفسك، انت وين رايح؟ هذا شغل من؟ شغل ابليس. الله شي يقول له؟ يقول له لا، اكو امل، اكو امل. التوبه امل، التوبه امل. ما يريدك تقطع وياه، فيقول لك اكو توبه، اكو توبه. لا تأيس، اكو توبه. فامل، بارقه امل. لما يشعر الانسان في لحظه ما ان الابواب قد غلقت بوجهه، الله عز وجل يفتح له باب، يقول له هذا باب انا شايل الطلاقات، شايل الباب كله ضال بس مفتوح، اسمه التوبه، ما سده. شايف واحد يعني انحصر له في مكان، يباوع كل الابواب مسدودة، يباوع على باب، شايلين الباب كله أصلا، مو باب وفاتحي، لا أصلا باب ماكو، فتحة كبيرة اسمها التوبة. التوبة بحيث يقول لك أنا ما أوصلك المرحلة أغلق بوجهك أبوابي. لما واحد مريض مثلا بمرض ما والأطباء شبه يعني قالوا هذا بعد ما بمجال حالته خطرة، وين يودونه؟ يودون الردهات معينة اسمها الإنعاش، ردهة الإنعاش. شنو هي ردهة الإنعاش؟ ردهة الإنعاش إنه هذا يريد يرجعون الحياة، فشو يعني العلاج مركز والعناية مركزة، وأكوها وحدات اسمها وحدة العناية المركزة، يعني أكو فد اهتمام بالغ بمن بهاي الروح خافوا تموت، فينعشوها يطوها عناية مركزة حتى يرجعوها للحياة. نفس الحالة التوبة، التوبة مثل واحد نفسه تمرضت 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 إلى أن هو أيس، قال أنا ميت. إنما الميت ميت الأحياء، أنا يعني بس جسم جاي أمشي وإلا كل خراب. الله عز وجل يقول لك إيه نعم كلك خراب، بس أكو عندنا إنعاش، أكو عندنا وحدة عناية مركزة، هاي يجون الناس قبل أن يموتوا فينعشون، ولا أحيانا يجون ناس أموات فنحييهم. ليش هو اللي علم عيسى إحياء الموات؟ منه الله، مثل ما الله علم عيسى أن يحيي الموتى، الله قادر أن يحيي الموتى أمثالي، الموتى بالذنوب. ميت هذا خلاص، كل شيء ما يفيد وياه، لاكو معصية ما سواها، ولاكو خطيئة ما سواها، ولاكو موبقة ما سواها، ومع ذلك الله يقول له تعال تعال وأنا أحييك.